عقد مجلس النواب جلسته برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم المولى رئيس مجلس النواب، حيث ناقشت الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وقرر الموافقة على المرسوم وإحالته إلى مجلس الشورى. كما ناقشت الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي، حيث تم سحب المشروع لمدة أسبوعين وإعادته للجنة لمزيد من البحث. وفي ذات البند قرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل جدول الدرجات والرواتب إلى الجلسة القادمة، في حين تمت الموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي وإحالته إلى مجلس الشورى. فيما يخص بند الاقتراحات بقوانين، ناقش السادة النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، وتقرر الموافقة على كلا المقترحين وإحالتهما إلى مجلس الشورى. وفي بند لما يسجد من أعمال، وافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف رفع إيجارات محلات السوق الشعبي، إلى جانب الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بأن تقوم الحكومة باستمرار باستثمار عقاراتها في جمهورية مصر العربية وإحالة كلا المقترحين للحكومة الموقرة. كان هناك عدد من التساؤلات، وكان هناك عدد من الملاحظات على هذا القانون وما احتواه من توجه لاسترداد جزء من الكلفة للبنى التحتية. دورنا كممثلي إلى السلطة التنفيذية قمنا بالرد على هذه التساؤلات، وتم التركيز مرة تلو الأخرى على أن هذا المشروع ولا هذا القانون سوف لن يمس المواطن في البحريني في سكناه بالنسبة إليه أو إلى أقارب من الدرجة الأولى.